السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء. اليوم لحظة تاريخية، اليوم 13 شهر 9 2021، هو يوم سيخلده التاريخ، يوم مترخ، يوم ليس كسائر الأيام. اليوم الإخوان العصفور خيسوس غادي يدخل واحد اللحظة حاسمة في حياته، واحد اللحظة اللي تقدر تغير لي حياته 180 درجة. علاش الإخوان هذا اليوم هو اليوم تاريخي؟ علاش اليوم غادي يكون تاريخي بالنسبة لخيسوس؟ لأن خيسوس الإخوان هو واحد الوليد من نهار ولدات أمه، من نهار تزاد إلى يومنا هذا ما عمرو تصل بشي درية، وما عمرو دوى مع شي درية، وما عمرو دخل مع شي درية للقفص. يعني أول خطرة كيتصل بالجنس اللاتي، أول مرة غادي يتصل بشي أنثى في حياته كاملة. إذا الإخوان اليوم هو اليوم المنتظر، اليوم الموعود، اليوم غادي يكتبوا التاريخ في السجلات ديالو، اليوم غادي نعيشوا اللحظة كاملين مع خيسوس وخيسوسة. إخوان قبل ما ندخل خيسوسة عند خيسوس، كنت بغيت ندير معاه واحد الطريقة وخفتها ما تصدقش. كنت بغيت البارح في الليل كنت بغيت نحيد ليها الماكلة من القفص باش في الصباح يكون فيها الجوع، تكون جيعانه، والصباح كنت غادي نخلي خيسوس ياكل ويشبع حتى هو نحيد ليه الماكله. هنا غادي ندخل خيسوس عند خيسوس، خيسوس غادي يكون شبعان، خيسوس غادي تكون فيها الجوع وغادي تكون يعني جيعانه. هنايا خيسوس غادي تكون ضعيفه لان فيها الجوع، غادي تكون شويه ضعيفه وهو غادي يكون قوي. وهنايا فكرت قلت زكا خيسوس سوفاج يعني شرسة، ولا مشي تجوعتها تقدر تولي اكثر شراسه وتقدر تفتك ليا بخيسوس، فهمتيني؟ داكشي علاش ما استعملتش معها هذه الطريقه هذه، ماشي مشكل. اذا الاخوان في هذه اللحظه هذه غادي نقدروا نصادفوا ثلاثه ديال الحالات يقدروا يوقعوا الا دخلنا خيسوس عند خيسوس. الاحتمال الاول الاخوان هو ان خيسوس غادي تفتك بخيسوس، غادي تخلي ضربو، غادي تسلخو مزيان. هذه الحاله الاولى، وهذه الحاله هذه كنتمناو ما توقعش، يا ربي ما طراش. الحاله الثانيه الاخوان هو العكس، هو خيسوس غادي يشدها، غادي يشتف عليها، غادي يقمنها مزيان، غادي يتعدى عليها وغادي يضربها وغادي يسلخها، غادي ينتقم لهاد شتي هو سمعني هو كيهضر انت، غادي ينتقم منها لهاد الاسبوع اللي فات اللي كانت كتكثر عليه ودافع عليه كبير. الاحتمال الثالث الاخوان هو اللي كنتمنوا انه يوقع، هو انه اصبر دابا نشوف هاد الطاج بيت هادي فين غتوصل. الاحتمال الثالث الاخوان هو انه غادي توقع بيناتهم واحد المحبه وواحد الموده وغادي يعيشوا الرومانسيه، وهذا هو الاحتمال اللي كنتمنوا انه يوقع. إذن على بركة الله أول حاجة غادي نقوم بالعمل ديالها هي غادي نجهزو القفص ديال خيسوس، يعني البارطمان ديالو خصنا نفرش، تكون مفرشة مقادة، بيت النعاس مقاد مفرش، الماكلة موجودة، الكوزينة نقية، كلشي باش ندخل. إلا دخلنا عندو الدرية بعدا يتعجبها تعجبها البارطمان ديال خيسوس. زيدها خيسوس خاف متخافيش. إذن القفص ديال خيسوس غادي نلصقوا فيه غرفة النوم، وغرفة النوم غرفة النوم هي العش، هي العش الإخوان، العش غادي نلصقوه لخيسوس. إذا فين غادي نلصقوا العش الإخوان؟ غادي نلصقوه هنايا، غادي نحيدوا الماء. سير مازال ما تدخلش، سير. إذن الإخوان هذا بيبقى حابسنا، إذن هذا الباب هذا خصنا نحيدو الخوت. إلا بديت حيد الباب، إلا بغينا نحيدو هذا الباب هذا خصنا نحيدو هذا السليك اللي حابسو، يعني خصنا نديرو ليه بحال هكا، هذا هكا، باش نحيدو هذا الباب. ماشي تحيد اصير صاحبي في حالك،
خصنا شي لقاط، خصنا شي لقاط، انا خصنا شي موس. المهم الاخوان غادي نسقو حتى من بعد غادي نحيد هذا الباب، هذا خصنا شي لقاط. ايه صافي تحيد. اذا الخوت غادي نحاولوا اننا نلصقوا نطفوا ليها بعد العش، وغادي نلصقوا اليوم غرفه النوم ضروريه، نجيو ليها هكا. انت خيسوس العش خصو يكون زاكي، عرفتي يعني؟ الا ما كانش العش زاكي الانثى ما كتقدر ما كتبغيش تدخل ليه، ما تدخلش ليك العش الا ما كانش ثابت، فهمتيني؟ باش الا ما كانش العش ثابت مزيان ما تدخلش ليك الانثى العش. العش هذا ما زاكيش. إذن الإخوان دابا غادي ندخلو خيسوسة. المشكلة خيسوسة دابا إلا بغيت نشدها كتعض بالجهد، خصوصا دابا هي متوطلة وداك الشيء، فهمتيني؟ عارفة راسها باغا تدخل عند خيسوس دابا، راه إلا شديتها غتعضني، ولكن غادي نشدها خوت. إذن الخوت على بركة الله غادي نشدو خيسوسة وغادي ندخلوها عند خيسوس، وغادي تكون لحظه تاريخيه ان شاء الله. يا ربي ما يتخاصموش ما يضربوش. سير اخويا سير على بركه الله. غادي نجيبو خيسوسه دابا ندخلوها عند خيسوس. زيد 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 يخ 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 زيدي ما تخافيش زيدي. غنحيد هذا الخوت باش تكون ساهله في الشده. زيد زيد خذ خذ حطي زيدي. عطاتني سوفاج 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 الخوت. باش نستعمل معاك العنف. اش زيد هاي يلا سير بعد بعد سير حل زربان زربان خيسوس زربان سير 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 دخل دخل سير خلينا نحول الباب. سير سير بسم الله بسم الله بسم الله. فوالا الله لا حكمها بالله حكمها في القلب. خلينا نتابعوا الصورة. هنالك لمسة يد، هنالك لمسة يد، هل هي متعمدة أم لا؟ وين الكابتن جمال الشريف؟ إذا مشاهدينا متابعينا يسارية أرجنتينية مع الحراسة البرازيلية اللي هو يحاول التقدم يتقدم يمشي ليو جول.
سيد العارفين ايش الدوري الانجليزي الممتاز. خيسوس 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 قرب يهضر قرب ينتقد الكلمات. سير خيسوس سير خيسوس يلا خيسوس يلا بين لي يا خيسوس. الله يلا حكمها على الخوت حكمها الدهشرات. خيسوس قوي خيسوس شخصية قوية خيسوس ما كيدهشروش الدريات خيسوس بين على الرجولة ديالو. سير خيسوس خيسوس بيطلع فوقها كيدير الرجل ديالو صافي بيزعم قرب يزعم. شوف كي كيدير الرجل ديالو شوف كي كيلوح رجليه شوف بغى يطلع فوقها الاخوان دابا هو بغى يطلع فوقها وهي باقيه حشمانه باقي ما مستعداش واحد شويه غادي ترطب. ها هو كيرطب فيها شوف اخوان سالات الحفله هنايا كما شفتوا الاحتمال الثالث هو اللي صدق. خيسوسه ما ضرباتش خيسوس ما تخاصموش ما والو وقع بيناتهم اتصال جميل عاشوا الرومانسيه عاشوا شويه ديال الحب والسعاده. بالنسبه لعمليه التلقيح ما غاديش يلقحها من النهار الاول فهمتيني هي باقيه ما زعماش شويه باقيه فيها شويه الحشمه ممكن يوم الثاني او الثالث يقوم بعمليه التلقيح ديالها. اولا قبل من هذا الشيء كامله خيسوسه غادي تحاول تدخل العش وتستكشفه وتشوف واش فهمتيني وتوجد العش ديالها كتبقى تعض في العود وتبقى داك العود النشاره كدير النشاره ديال العود انت ما تحط لهم في العش والو هي كتكلف كتبقى تعض في العود فهمتيني وكتدير بحال العويات الصغار كتفرشهم في العش. المهم فاش غادي تكتشف العش وغادي يقوم خيسوس بالتلقيح ديالها غادي تدخل توضع البيض وفي هذه المرحله هذه بالنسبه للتغذيه البيض المسلوق جوج ولا ثلاث الخطرات في السيمانه كثر لهم البيض المسلوق لانه مهم في هذه الفتره هذه ديال التزاوج. فهاد الشيء اللي كاين الماء المياه نبدلوهم كل نهار ولا كل يومين. النظافة ديال القفص جوج مرات في السيمانة نظفو مزيان صافي. هادشي اللي كاين اخوتي كنشكركم على المتابعة كنشكروا الناس اللي كتفرج فينا وكتدير لنا لايك بغيت هاد الفيديو اخوتي الماكسيموم ديال لي لايك. شكرا على الناس اللي كتدعمنا شكرا على التعليقات ديالكم الزوينة شكرا لكم بزاف. دابا صافي جات الشابة ما باقيش يعقل عليا دابا خيسوس يعني القضيه فهمتيني القضيه مزيانه يا مكالم يا ما ضرباتوش ما والو خلاته كيبقى كيبقى يتلاقاو بالمنقار فهمتيني هذيك من علامات التوالف يبقاو يتلاقاو بالمنقرات ديالهم يعني مزيان دابا اسبوع ولا 10 ايام ان شاء الله غادي تقدر توضع البيض ديالها كنتمنوا. انت شوف انت كيبقاو يتلاقاو المنقار هادي علامه من علامات التوالف بيناتهم فهمتيني كيبقاو يتلاقاو كيبقى بحال كيوكلها
هذه علامة مزيانة يعني راه موالفين بعضياتهم يعني يمكن حتى مشكل فهمتي. هادشي اللي كاين اخوتي، شكرا على المتابعة، شكرا على الناس اللي كيتابعونا وكيديروا لنا لايك، شكرا لكم بزاف اخوتي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ومغامرة جديدة مع خيسوس وخيسوسة. ما تنساش دائما الدعم ديالنا بلايك، اشترك في القناة إذا كنت أول مرة كتشوفنا، ومرحبا بك في عائلة خيسوس وخيسوسة، بارطاجي الفيديو مع صحابك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Man, I've been fearless, I let them feel this. You know, I spit it no cap when I kill this. I'm better hit them with the rest, let them hear this. Where this war tour better be.